سابق بالخطاوي طير نشارك بالأمان الغير نسابق بالخطاوي طير نشارك بالأمان الغير من الإنسان للإنسان رسمناها سفار الخير فتحنا بالسعادة دروب نداري بالعطايا خطوط بالسعادة دروب نداري بالعطايا خطوط جمعنا بالمحبة قلوب ومن إحساسنا الدافي طيارة سفاري الخير وصلت مقاطعة إقليم أتشي، هذا الإقليم اللي يسمونه دار السلام، لأن الإسلام لما وصل أندونيسيا كان دخوله منها، ويسمونه شرفات مكة، لأن المسلمين الأندونيسيين يروحون له قبل ما يسافرون الحج. وأتشي هو المكان اللي نعرفه لأنه أكثر الأماكن اللي تضررت لما حصل تسونامي. يا مرحبا يا شباب، نورتونا ببيتنا. يعني امس يوسف ابو احمد جزاه الله خير عشانا، واليوم احنا نقوم بالواجب، وانت ما تقصرون، يعني جيتكم لنا يعني هي اكبر تشريف. بالأمس يوم الشباب كان حافل ومليان إنجازات بين مدرسة مجهولي الأبوين ومؤسسة حلال، بس الظاهر أن الأكل الأندونيسي ما جاء مع علي الهمش وسعيد عوجان، واثنينهم اتعبوا واضطرت إدارة البرنامج تأخذهم للمستشفى. كنا ناصحين بعض ما ناكل شيء، احنا ما لعبنا صح؟ المشكلة أنا باكل من الفندق. لا لا لا، في دخاليز اللي تروح منه ومنه رايح لك المشاوير وناصح فيصل براش قال لك يا شوف ما شاف الشر ما يجيك والله ورانا برنامج واخرتها رايح المستشفى. اهم شيء ما كنت تسمم. والله شكله تسمم. شكله تسمم. ها الله راد سويت دقة التليفون على الدوحة الدكتور اتعامل مع دائما، قلت ترى الموضوع كذا كذا ورفيق اللي وياي الدوحة اي ما في هاي موضوع جديد. لا لا دقة التليفون دارس مع عندها اكيد مستجد مع عندها. لا اتصل تليفون دوحة ايه علمت على طول الفي اي بي صوت خليل فطرشنا. قال انت مبدئيا انت الاثنين انت رفيقك فيكم تسمم بس رفيقك بزياده فلازم تاخذون هالعلاج. الله أراد نجي نكلم الدكتورة قال العلاج هذا ما ينصرف يا أخي مدام لك وصلت الدكتورة. من هي الدكتورة؟ ها تخيل الدكتورة لأن أنا بقول لك ليش الحين بسمع هذولا طبعا طلعوا وشهم من أخواننا اللي جاوا قبل لإندونيسيا الحضارة من قبل. نعم هي نعم. من العيدروسي وزوجها من اليافعي. تخيل تقول لي كيف أصولهم يمنية. أصولهم يمنية تقول كيف؟ قلت من الجد قبل قالت لا من جراند فادر اللي هو الثاني قبله الثاني لا الثاني جد أبوها الجيل الثاني هي الجيل الثالث فجد أبوها لا جدها استغفر الله جدها هو اللي جاء من اليمن من اليمن. عقب طبعا أخذ العلاج اللهم لك الحمد وربي يسلم اللهم لك الحمد. في 26 من شهر ديسمبر لعام 2004 وقعت أعنف الكوارث الطبيعية في التاريخ والتي خلفت وراءها 300,000 ضحية من البشر ما بين مفقودين ومصابين وأشخاص مشردين باتوا بلا مأوى. إنه تسونامي اللي وقع في المحيط الهندي بمقدار 9 درجات استطاع أن يرفع مستوى البحر لدى الشاطئ إلى أكثر من 53 متر مما شكل موجة مد عتية أغرقت 11 بلدة في جزيرة سومطرة بإندونيسيا. بعد إعصار تسونامي والكوارث الاجتماعية والصحية والاقتصادية اللي خلفها قطر الخيرية افتتحت أول مكتب هناك لتلبية الاحتياجات الإنسانية.
المكان الأول اللي تمت زيارته في أتشي هو المقبرة الجماعية اللي اندفن فيها ما يقارب 47,000 شخص بعد الكارثة اللي صابت المنطقة بأكملها. هذا المكان أصبح ذكرى للأهالي ويزورونه السياح وضيوف أتشي للدعاء للموتى ولأخذ العبر من ذلك اليوم العصيب. صعب أنك تجي تحفر وتحط فلان وعلان تجمعهم وأنك تصلي عليهم، فإذا ما تغضنا في الشرع يقولك يجوز إذا كانت كارثة بهالطريقة هذه أنك تدفنهم. فكان منظر مهيب للأمانة، منظر الله يعوضهم خير رب العالمين إن شاء الله. فريق سفاري الخير برفقة الشيخ عبد العزيز بن جاسم والأستاذ محمد الغامدي وصلوا المقبرة وجلسوا يتكلمون عنها وعن أوضاع أهالي الضحايا. إحنا زائرين هنا نذكر إخواننا، إحنا المقبرة هذه فيه 47,000 وفي مقبرة 20,000 في مقابر أخرى، يعني العدد حول 200,000 حسب ما فهمنا عدد الناس اللي في قضوا في حادث تسونامي. الآن دول صار لهم 10 سنوات، ولكن إحنا جينا السبب هذا جينا إن هذا العشر سنوات الآن في أرامل من 10 سنوات لا حد كفلهم ولا حد درى عنهم، وكذلك في أيتام الآن في هذا الوقت قد يكون أعمارهم على 12 سنة و15 سنة أو أقل أو 10 سنوات بعضهم. فإحنا قررنا في جمعية قطع الخيرية وبجهود الشباب جزاهم الله خير، هم اللي كانوا سباقين ووصلوا قبلنا، إن إحنا نزور هذه المقبرة ونذكر إخواننا إن في أرامل، هذول المدفونين لهم أرامل، لهم أطفال، الله الله فيهم. أحب أذكر نفسي وإخواني، القبر إحنا جينا مقبرة، القبر أول منازل الآخرة. عثمان رضي الله عنه كان إذا مر بالقبور بكى حتى يغمى عليه، لما سئل عن هذا لما يا أم المؤمنين قال هذا أول منازل الآخرة، إذا صلح صلحه ما بعده، إذا فسد فسد ما بعده. يعني أنت من تنزل قبر أما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، أنت تحرص أن نهايتك تكون حسنة، تكون خاتمة صالحة. الشعر يقول قبورنا تبنى ونحن ما تبنى، يا ليتنا تبنى من قبل ما تبنى. وآخر يقول قدم لنفسك توبة مرجوة قبل الممات وقبل حبس الألسن، بادر بها غلق النفوس فإنها نصر وغنم للمسيء المحسن. قعدت أتخيل أشياء كثيرة، تخيلت البشر المدفونة هذول أو كم الهائل من البشر المدفونة تحت هذه الأرض. أبي أقوله في هالمقبرة، أقول لأخواننا وهنا في قطر، إحنا عيونكم هني، إحنا نقلنا لكم الصورة من أرض الواقع. شفتوا المقابر 200,000 مش هينة يا جماعة، أسر كبيرة 50,000 60,000 أسرة لهم 10 سنين وهم في هالمعاناة، وبعد عندهم إنجازات، عندهم طموح وقاعدين يبنون ويسوون من الصفر. فأنتوا شفتوا الواقع، إحنا اللي علينا أدينا رسالتنا، جينا للمكان، رويناكم على الطبيعة الواقع المعاناة. ف نقول الله الله في أهلنا في أندونيسيا. شباب كم صار له احنا نمشي؟ تعبت انا شايل هذا كان يفيد اليوم. لا لا كاس الاجر الله يجزاك. وين ماخذه ذي؟ وين حصلته؟ ما ادري والله. هم ملاحظين ان المدخل مرتب على الامكانيات البسيطه. عزل ورتب إيه، بس نبي نعرف شو السالفه، شو المكان هذه سفينه شباب ولا الديكور؟ الشيء الغريب اللي يشوفونه الشباب سفينة وزنها تقريباً 2600 طن، والغريب في هالمركب إنه لا على البحر ولا على الشاطئ، كانت في يوم محطة طاقة عائمة وتحول إلى واحد من معالم تسونامي ومزار سياحي يدخله يومياً أكثر من 700 زائر بعد أن دفعتها الأمواج لمسافة 5 كيلومترات ليوقف أخيراً وتحت 3 بيوت. هذه الله يسلمك، يعني اللي أنا قريتها عنهم الله يسلمك تقريباً يعني من 37 إلى 40 متر ارتفاع الموج، يعني هذه السفينة رفعها الموج، يعني خلينا نقول اتجاه البحر مني، يعني تخيل يعني ثمان طوابق تقريبا ثمان طوابق رفع السفينة الموج وشالها، هي أصلا في وسط البحر شلها الموج هذه ويابها لين نزلها. وترى على فكرة يا جماعة هاي تحتها بيوت،
يعني هذه شوف هذه بعض البيوت ترى اللي موجوده حوالينا، هذه واحد منهم، وهناك في بيت بعد شوف المطر هذه هذه اللي ضربه السيل يعني مجسم مثل هذه على ما اعتقد كل اشياء وايد قدام 2600 يا جماعه ترى وزنها تقريبا نزل على بيت هذه نزل على بيوت يعني وكيد وكيد انه مو الوحيد اكيد في سفن ثانيه تحته ناس ترى متوفين ترى في ناس تحت الحين تحته ناس متوفين والله يا اخي هذا المشهد ان رب العالمين شال هالسفينه وجابها من فوق هالبيوت اللي سمعته انه في تقريبا ارتفاع 7 طوابق او 8 طوابق تجي على هالبيوت يا اخي سبحان رب العالمين. شوفوا البيت هنا هذا 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 بعد ترى من البيوت اللي الاصليه ترى اللي يا هالسيل يا هالتسونامي سقف البيت كله راح وهذا بقى هل تم لكن ربي يسلمهم ذا الحديد الحين هذه البيوت سوى اعاده بناء بعد هذا خلوه على ما هو عليه من تسونامي لا البيوت هذه البيوت لا لا اللي حواليهم نعم اللي حواليهم نعم هنا جه الحديد هنا في ناس بتقول لك يا اخي زين ليه ما شلوه رجعوه على المينا ورا ترى صح صح ولا لا؟ هذا الله يطول عمرك ايش اخليه هنا؟ الحين هذا متحف وخلوه له اعتبار لا هو كذا بس واحمد الهون الحاضرين انت 26000 كيلو شو اللي بيشلها؟ ما قدروا هم يرجعونها البحر اصلا خلوها هنا يا يقطعونها تقطع ما تنشال صعب يا تقطع بس هم يا ابن الحلال 4 كيلو تنقل هذه كبرها 4 كيلو ليش؟ مسافه ثانيه طيب سؤال الحين عدد الاشخاص الموجود المتوفين تحت الله يرحمه كم؟ 160 شخص 160 شخص تقريبا 160 شخص تقريبا بنتاكد المعلومه اذا حصلنا احد المسؤولين طيب خلينا ندور حد يعرف تحكي اندريسي بنشوف احنا نشوف عبد الرحمن يا جماعه في ناس مسكرين حالك مسكرين الدرج في ناس عرف ددو بس عرف ددو بس قواك الله سلامات تاتا عبد الله شرح لك عبد الرحمن فيها خوف اخر شيء تنق رافق الشباب الدليل السياحي يوسف الكواري لكن هذا الشيء ما كان على مزاج البعض منهم فقرروا يدورون على دليل يتكلم اللغة العربية وخصوصا أنهم لقوا بعض المعلومات اللي ما هي دقيقة وحتى المنظار ما اشتغل السفينة هذه كانت في وسط البحر تقريبا 4 كيلو في البحر هذه عبارة عن مولد كهرباء للمدينة هذه في 2004 لما صار الزلزال وصار فيه تسونامي جات من البحر ترى هذا من الجبل شوفوا اللي على يساري هذه لين هذا كله ساحل البحر حلو جات المركبه هذه من البحر ايه ومسجد الرحمه شوفوا وين الشيب اللي هناك الاحمر ايه اللي على اليسار في مناره بيضاء هذاك المسجد ايه انا قدام الشره ما تشوفها ترى ها بس ورا الشره هذه الجزء شره النخل هذه وراها المنارة المسجد يا ربي سبحان الله كانت السفينة جاية شهود العيان يشهدون على هذا انه جاية لين المسجد هل هناك من يتحدث العربية؟ أنا أكمل حياك تفضل وينك من كنا نبحث عنك من زمان يوسف نعم لا بس دقيقة خلنا أبقى قصتي بس دقيقة هو يصلح لك لقد شاف نفسه وعلينا من كثر معلوماتي فشو اسمه انضم للفريق الدليل السياحي وسرد لهم بعض القصص اللي صارت وقت وقوع الكارثة عندكم أكل أخي يتكلم لغة العربية حصلناه هنا الله يجزاه خير اسمك بالخير أحمد عارف أستاذ أحمد عارف أندونيسي نعم الأخ أحمد عارف من أندونيسيا إذا عندك سؤال يا أبو خليل سؤالي جاهنا أنا أشوف ما في بحر قريب شلون طار طيران يعني وصل له المعلومة كيف جاء الطيران لا تسأل أنت معصب لا ما نعصب خليك السفينة كانت فوق الموج يعني والموج تقريبا حوالي 30 متر من البحر يعني تقريبا 5 كيلومتر من البحر انا مش من هذه القريه لكن زوجتي من هذه القريه وهي من ضحايا تسونامي ايضا لا اله الا الله الله اكبر
لكن الحمد لله سلمت من تسونامي مع اخواتها. السبب يعني حين اذن هي ركبت الدراجه مع اخواتها. معود احنا اسفين اعتقدنا انها توفيت الله يعطيها طول العمر. لا لا شرعتنا خلي كمل عزناك مستقبلا. زوجتك هربت من تسونامي عبر الدراجه؟ حينئذ يعني انا ما زلت في جاكرتا. انا تلميذ جامعي حينئذ وزوج لم نتزوج حينئذ. لم نتزوج وهي من ضحايا تسونامي يعني سلمت. لكن البيت و يعني هذا مدمر كله. حينئذ ركبت الدراجه مع اخواتها والتفت الى وراء. نظرت إلى موج. موج وارتفاع طول جدا وأسود. وقالت لأخواتها خليها دراجة هنا. نعم هنا نترك الدراجة. نترك السفينة. نترك الدراجة ونركب السفينة ونجري. نجري بعض مرات الخوف والله ونجري. لذلك سلمت كلهن الحمد لله. هول المنظر وأنت تخيل إن هذه السفينة عبرت كل هذه المنطقة بهذه الضخامة يبين لك الهول وفاجعة الكارثة. فأنت فقط تقول معقولة يعني أن قصة نبينا نوح تعاد بصياغة جديدة وأن الغرق ممكن يلحق أي مدينة أو أي شعب؟ شباب من هذه القرية يسود البحر على هذه السفينة. وتعجب هو بعد أن نظر هو في قريته. حسب السفينة شباب. كم نظر تعجب من إيش؟ تعجب لأن ينظر تحت السفينة يعني بيوت في قريته. لا إله. لذلك لقب الشباب يعني لقبوه هذا الشباب يعني بصائد ثنامي. لا إله إلا الله. صائد ثنامي. ينقذ الناس. ينقذ الناس. لا 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 ينقذ الناس لكن هو حينئذ يسود يعني. يسود يعني في البحر على هذه السفينة. على هذه السفينة. ولم يموت. لم يموت. لم. موجود هو يعني. هو سافر يعني. مع السفينة. مع السفينة سافر إلى القرية. قرر الشباب مغادرة ظهر السفينة وتوجهوا للبوابة استعداداً للذهاب إلى مسجد الرحمة. ولكن على بوابة هذا المتحف يوجد شاهد كبير بني ليكون شاهداً على عاصفة تسونامي في منتصف ساعة توقفت عن الحركة منذ ديسمبر 2004، كما كتب عليه أسماء الضحايا وأعمارهم. 26/12/2004 الساعة 8 الصباح إلى 10، لحظة فيها سبحان الله الناس عايشة في حياتها، جاء قدر الله سبحانه وتعالى. وهنا الموقف الإنسان يتفكر ضعف الإنسان وقوة أو عظمة قدرة الله سبحانه وتعالى. وين رايحين؟ رايحين يقولنا أبو أحمد صاحب المكان اللي جاه الموت. محمد وين الحين؟ وين المكان؟ بقول لكم قدام. بقول لكم قدام. طيب قولي انا اول واحد ما علم احد. والله مكان روعه يبي لك تقعد شويه يا اخي. نبي نعرف يمكن تبوقنا ولا شيء. لا 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 باقي شيء. مكان تاخذ منه عبره كبيره ان شاء الله. سكان أتشيه اللي اعتنقوا الإسلام في القرن الثالث عشر وقفوا مذهولين لما قرى كاملة انمسحت عن وجه الأرض وبقى مسجد الرحمة ثابت في مكانه. وجرفت الأمواج مئات المنازل والمسجد اللي أحاطته المياه بكل اتجاه لم تدخل إليه قطرات مياه ولم يصب سوى ببعض التشققات في جدرانه. لكن الموقف الثاني وش الموقف اللي صار معه على الشهود اللي كانوا موجودين؟ يقول لك ان الباخره هذه اللي جات داخل 5 كيلو سبحان الله كان جاي في اتجاه المسجد المسلح. ويقول لك ربي سبحان الله فر هالموج هذا من ذا المسجد
وراحت الاتجاه الثاني ودخلت داخل الحوض 5 كيلو. وصل الشباب إلى المسجد وأقاموا الصلاة وتفقدوا حاله وجلسوا يتحدثون عن أحوال أتشي اللي حصلت بعد إعصار تسونامي. انسدحت في المسجد، قعدت أطلع السقف ويعني وأقول في قلبي يعني أنا الحين قاعد في مسجد الله حماه، يعني شلون يعني تخيلت ان الحين مثلا يجي سيل ثاني ويشيلنا معه وتنزل عليك حماية رب العالمين. قبل الخروج من المسجد دخل الشباب إلى معرض للصور. هذا المعرض يروي حكاية تسونامي وماذا خلف وراءه من كوارث إنسانية وطبيعية. قبل نهاية اليوم الدكتور عايش قرر يتحدث مع ربعه ويجلسون ويتفكرون بالأحداث اللي شاهدوها خلال اليوم. الدنيا خليط من الفرح والحزن، المرض، الصحة، الفقر، الغنى إلى آخره. فهذه كلها يمر بها الإنسان. الله يقول لقد خلقنا الإنسان في كبد، فمنها الأنواع البلاء، لكن الأجمل الصبر على البلاء. فإحنا هني إحنا سمعنا عن الأقوام السابقة، قرأنا عنها في القرآن وغيره، عن كيف عاقبهم رب العالمين. لكن المسلم الله اللي الله يحبه يبتليه بعقاب ببلاء عشان يرجعه للدين، يرجعه للجادة، وعشان أحيانا يبغى يعطيه أجور عظيمة، يبي يزيد من هالأجور له فيبتليه، منها اختبار ومنها مضاعفة أجور إذا صبر. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول من يستغني يغنيه الله، ومن يتعفف يعفه الله، ومن يصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء أفضل من الصبر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عجبا للمؤمن كل أمره له خير، حتى الشوكة إيش يشاكها. مثل إيش النبي صلى الله عليه وسلم قال؟ كالشجرة الذنوب عندما تحط ورقها، هكذا تحط الذنوب بالبلاء بالاختبار. فكل البلاء للمؤمن هو خير. احنا جايين في هالمنطقة تشوفون البلاء اللي صار من تسونامي، فهو خير لأهل هذه المنطقة. الكثير يظن أن هذا عقاب وعذاب إلى آخره. أحيانا الله يريد أن يرد العبد إليه، يعاقبه، يختبر صبره، يختبر بلاءه، فيختبره بهذه البلاءات. لكن كيف يكون تعامله فيها؟ الحسن البصري لما سئل قال الناس السواسية في العافية، لكن إذا حل البلاء بهم تمايزوا. يبين اللي يصبر ويشكر، ويبين الذي ينقلب على عقبيه أو الذي لا يصبر ولا يتحمل. وبعد ذلك قال فمن رضي فله الرضا صلى الله عليه وسلم، ومن سخط فله السخط. ابن مسعود يقول منذ أسلمت، منذ 30 عاما، ما خالف رضاي رضا رب العالمين سبحانه وتعالى. يعني أي شيء يعطيني خير شر أنا أقبله، أنا أصبر على البلاء، لأن أعرف في البلاء رفع الدرجات، فيه منزلة عالية، فيه اختبار، فيه كفارة ذنوب. هذه الرسالة احنا نبي نوصلها لأهل هالمنطقة، حتى ما تشفى فيهم غيرهم ويظن أنه لأنهم مسلمين عوقبوا. لا، هذا فضل من رب العالمين عشان يرجعوا لدينهم أكثر ويتمسكون بدينهم أكثر. وأنتوا تعرفون أن هالمنطقة بالذات هي المنطقة التي دخل منها الإسلام إلى كل أندونيسيا. البداية كانت من هالمنطقة هذه، من آشتي. في نهاية اليوم كان شباب سفاري الخير يفكرون بأن كارثة التسونامي هي الوقت المناسب للتذكير والتأمل، وهي توفر لنا أيضا فرصة لتجديد جهودنا لمساعدة أتشي على استكمال تعافيها الذي لم ينتهي بعد. هناك استثمار كثير من الأموال في إعادة بناء هذه المجتمعات، والمطلوب الآن هو زخم متجدد لاستكمال الخطوات الأخيرة، بحيث تصبح الاستجابة لكارثة التسونامي إرثا نفخر به جميعا. We'll be right back.